بعظمة لسانه، بعظمة لسانه قال الحكم اعترف، الجلك الفرج يا باشمهندس. طبعا، لان مش عايزين نركن الى هذا. اعتراف الحكم زي اعتراف الحكم بتاع التشيكي بتاع السوبر. ما تيجي تعد الاعترافات، يعني كابتن جهاد جريشه اهلي وبيراميدز، الاهلي يخرج من الكاس يعتذر عن ضربه جزاء لم تحتسب للنادي الاهلي. الحكم التشيكي اللي انت بتشير اليه مباراه السوبر ضيع لنا السوبر، اعترف واعتذر. جيد، وضعنا في موقف غير جيد. يعني طب ماشي، هنقول ايه؟ بطولات بتضيع باعتراف. وبعدين الاخطاء على هذا النحو الفج تحدث والفار مش موجود. ايوه، دي بقى النقطه المهمه. وفي كوره مشكوك انها دخلت الجول. ايوه، واخد بالك، الناس مش جايبه سيرتها في الزحمه. ده استكمالا لليوم غير موفق اللي كنا عايشينه. لا، عايز اسالك على فكره الاتحاد الافريقي. دي بطوله كبيره جدا، بطولة مؤهلة لبطولة عالم، وجوائزها كبيرة جدا. أنت يعني بتستخسر تبدأ تصرف على الفار من دور من دوري المجموعات فتأجله للأدوار الإقصائية؟ طب ما أنت عندك هذا الدور، في فرق ممكن يعني يتظلم في مباراة زي مباراة الأهلي تؤثر. أي فرقة تتظلم في مباراة تروح، ولو أن الفار لا يحقق العدالة في الآخر برضه، لأنه بس فرصة مراجعة. إذا كان الفار فرصة مراجعة حتى على الاقل بتعفي الحكم من المسؤوليه لما يرجع للفار. بالظبط، الا اذا اصر على الخطا بتاعه يعني. وبيبقى الوضع يعني انا مش عارف كيف تحقق كره القدم العداله بالعنصر البشري اذا لم يكن الضمير هو العادل. ولا تقول لي 100 فار ولا 100 كاميرا. طيب، ايه اللي حصل؟ ليه الاهلي تعادل بهذا الشكل؟ اعتقد كان كلام مهم جدا لمستر بيتسو موسيماني في المؤتمر الصحفي. نشوف. النهارده روما. انا فاسيلي ماشي لايك ذس. عمري ما شفت مباراة كده. That is life. ولكن هي دي الحياة. Football life. وكرة القدم هي دي الحياة فيها. And then you learn. And then you. You learn, you accept. وأنت لازم تتقبل ده. Very difficult to accept the game like this. صعب جدا ان تتقبل المباراه بالشكل ده. And very frustrating. And very frustrating. ومباراه سريعه في احداثها. Yeah, you ask yourself how many chances do we need to score to win the match? كم فرصه كانت متاحه لينا ان احنا نسجل اهداف؟ But that's part of football. ولكن ده جزء من كره القدم. Very sad. محزن جدا. But it's reality. ولكن هي دي الحقيقه. So we've got no chance. احنا كده ما عندناش فرصه. But to go to Vita and win. غير ان احنا نروح لفيتا كلوب ونكسب. We put ourselves in that position. حطينا نفسنا في And it's a very difficult position. وده موقف صعب جدا. But I believe in my team. ولكن انا بصدق في الفريق بتاعي. It's not how you start. And it's not. How you start. مش هو ده انت مش هي دي البدايه بتاعتك. It's how you end. ازاي بتنهي ازاي؟ So let's see the end of the group. يبقى لازم نشوف نهاية المجموعة ايه. But I believe in my team. ولكن أنا بصدق الفريق بتاعي. طبعا موسيماني في المؤتمر قال كل اللي احنا بنقوله. ولكنه قال من المؤلم أن نعدد الفرق اللي مش عارف الفرص الضايعة، من المؤلم أن نتحدث عن خطأ الحكم، من المؤلم. ولكن أنا مؤمن بفريقي. إحنا موقفنا صعب، ولكن أنا عايزين نؤمن بفريقنا. إن هو في حالة يكون عنده الرغبة الداخلية وتجاوز أخطائه يستطيع أن يقدم الأفضل، وربنا يقدرنا على الظروف الصعبة. وربما الأهلي الذي عودنا أنه لا يجيد بقدر ما يجيد في الظروف الصعبة. ده كلام مهم في استدعاء الروح بقى.